السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محاضرة جديدة عن الموست تشامبيون 2022. النهاردة احنا هنشتغل على برنامج الباوربوينت 2019، وهنهتم بشكل خاص بالتاب انسرت. نبدأ مع بعض. أنا اسمي سهير زكي عبد الفتاح، رئيس قسم التعلم الذكي بكلية فيكتوريا اسكندرية، وسعيدة بوجودي معاكم في المحاضرة دي. طبعاً الموست باوربوينت 2019 من أهم التبويبات فيها، أو من أهم التابات اللي فيها، هو الانسيرت تاب. وإحنا عارفين إن من ضمن الحاجات المهمة جداً اللي بتبني لنا الباوربوينت بشكل كبير هي فكرة الانسيرت، الإضافات اللي احنا بنضيفها طول ما احنا شغالين في بروجرام الباوربوينت، هو اللي بيحيي لنا الباوربوينت وبينظم لنا الشكل بتاعها. فتعالوا نشوف أول حاجة من السكيلز اللي المفروض تكون عندنا علشان نقدر نشتغل بشكل مريح إن شاء الله في الامتحان بتاعنا، ونحصل على الدرجات الكاملة بإذن الله في أقل وقت، لأن إحنا متفقين إن أهم حاجة مش بس الدرجة الكاملة، لكن كمان مهم جدا إنه يكون في أقل وقت ممكن. أول حاجة إزاي نعمل import لـ Word Document Outline. بنعمل ازاي الحكاية دي؟ بروح على الـ New Slide، Insert وبعدين New Slide، بلاقي في نهاية الـ New Slide. طبعا أنا ممكن أعمل Insert للسلايدز المختلفة، لأن دي من السكيلز اللي موجودة عندنا. ممكن أعمل Title Slide، ممكن أعمل Title and Content، ممكن أعمل Section Header to content، comparison للتايتل اونلي، لبلانك سلايد. كل دي اشكال مختلفه للسلايدز اللي ممكن تتطلب مننا في الاكزام، ولازم طبعا نكون عارفين اسمها. هنا عندنا كلمه سلايد فروم اوتلاين. لما يقول لي insert word document outline، بروح لكلمه سلايد فروم اوتلاين اللي موجوده تحت insert new slide، وبعمل عليها كليك، فبيبتدي على طول يفتح لي في الاكزام فايل. الفايل ده بيكون فايل وورد، وبيكون اوريدي كاتب لي الاسم بتاعه. يعني هو مش هيسيبني كده، لا، هو هيختار لي فايل معين ويقول لي اسمه. يعني مثلا هنا السؤال ممكن يقول لك insert outline document اللي اسمه save water MOS، فبتبتدي تدخل عليه على طول وبتعلم عليه وبتدوس insert، فعلى طول بيكون المهمة بتاعتك في الحالة دي خلصت. وهو مباشرة أول لما بتدوس insert بيبتدي إن هو زي ما انتم شايفين هيدخل لي الفايل ده بالكامل، وهيفرده لي في البرزنتيشن بتاعتي. هو طبعا بيحمل الفايل زي ما انتم شايفين اللودنج بتاعه حاصل تحت. هنستنى بس ثواني كده يخلص عملية التحميل. تمام، اول لما يخلص عملية التحميل هنلاقي ان الفايل زي ما انتم شايفين الحركة اللي حصلت على الشمال في السلايدز، ابتدى يديني مجموعة سلايدز هو فرد فيها الدوكيمنت الوورد اللي انا اخترته اللي هو قايل لي عليه في السؤال. فهو بيفردها في السلايدز زي ما انتم شايفين كده، مجموعة السلايدز دي متاخدة من الوورد دوكيمنت اوتلاينز اللي هو قايل لي عليه. طيب، في كمان ان انا اعمل insert slides from another presentation، ودي ممكن ان انا اجيبها من كلمة reuse slide. يعني انا تحت الانسرت برضو وفي الجزء بتاع السلايدز، وهروح ل reuse
سلايدز، فهيبتدي من فضلكم نقفل المايكس، فهيبتدي يفتح لي البريزنتيشنز اللي موجودة على الجهاز. طبعا انا ممكن تاخد مني شوية وقت طويل لان انا عندي باوربوينت بريزنتيشنز كتير على الجهاز، انما انتوا وانتوا في الامتحان بيبقى في باوربوينت واحدة او اتنين بكتير موجودين على الاجهزة بتاعتنا، بناخد منهم مباشرة السلايدز او البرزنتيشن المطلوبة وبنعمل لها انسرت بطريقة سهلة، ما بيكونش فيها اي وقت طويل، يعني بتلاقي القصة مشت بسرعة جدا، ما بتحتاجش الوقت الطويل في عملية الريو سلايدز. مجرد ما بتتفتح، يعني زي ما انتوا شايفين معايا كده شباب، بتتفتح مجموعة باوربوينتس اللي هي موجودة عندي على الجهاز، وببتدي اختار منها الباوربوينت اللي مطلوبة بالاسم، وببتدي اعلم عليها واعمل لها انسرت، سواء كانت باوربوينت كاملة او كانت السلايدز اللي هو هيطلبها مني، او سلايد واحدة هو هيطلبها مني، فببتدي اعلم عليها وبعمل لها انسرت. فدي طريقة ادخال السلايدز من برزنتيشن اخرى موجودة على الجهاز. يبقى احنا دلوقتي قلنا two points او two skills، قلنا ازاي نعمل import للword document outlines، وازاي ندخل من another presentation ندخلها على البرزنتيشن بتاعتنا. طيب طبعا ممكن نعمل insert slides برضو من new slides، ونختار اللي اوت اللي احنا عايزينه زي ما قلنا حسب ما هو يطلب مننا بالظبط، وبنبتدي ان احنا نختار من هنا وندخل اللي اوت اللي مطلوب. كمان ممكن من هنا برضو اخد الريوز سلايدز من هنا، يعني ممكن اخدها من الايكون اللي فوق، وممكن كمان اخدها من كلمة ريوز سلايدز من هنا، برضو هتديني نفس النتيجة. في حاجة مهمة ودايما بتيجي في الإجزام، وهي فكرة Insert Summary Zoom Slides. وInsert Summary Zoom Slides بعتقد ما فيش امتحان بيجي من الامتحانات من غير ما تعمل Insert Summary Zoom Slide. فتعالوا ناخد مثلا السلايد دي، هنشيل البوكس ده مش عايزينه، يا ريت نقفل المايكس يا شباب، وهروح عند اللينكس هلاقي في كلمة اسمها زوم، هعمل كليك على السهم بتاع الزوم هيظهر لي كلمة سامري زوم. السامري زوم دي بتعمل لي ايه؟ بتخليني قدامي كل الباوربوينت بتاعتي، كل الباوربوينت في صورة سلايدز، وبتخليني اختار مجموعة من السلايدز أعمل بيها سامري في نهاية مثلا البرزنتيشن بتاعتي. فسي مثلا إن أنا عايزة أعمل سامري على السلايد اللي كنا عليها، وسامري مثلا على create section وعلى insert link، فأنا اخترت ثلاثة سلايدز دول هعمل بيهم سامري في نهاية البرزنتيشن بتاعتي، فبدوس كلمة insert، فبيبقى ده السامري سكشن بتاعي. والسامري سكشن ده بيبان القيمه بتاعته جدا لما ببتدي اعمل السلايد شو. يعني انا لو رحت كده للسلايد شو، دي واحده يا واحدة يا شباب، لو رحنا كده للسلايد شو ورحنا للسامري زوم اللي احنا عملناها، ايه اللي بيحصل؟ مجرد ما بدوس على سلايد منهم بيحصل عليها زوم، وببتدي استعرض السلايد دي،
ولما بكليك بضغط ضغطايا كمان بتبتدي السلايد دي ترجع مرة تانية. بروح بعد كده للسلايد اللي بعديها، بعمل عليها زوم، بتعمل عليها زوم اوتوماتيك، بستعرض السلايد دي وببتدي ارجع للسلايد اللي بعديها وهكذا. فدي بتديني ازاي ان انا بعمل عملية زوم ان وزوم اوت على مجموعة من السلايدز. السلايد دي بتكون انا بستخدمها كنوع من انواع السامري، وبتبقى يعني حاجة جميلة جدا حتى لما بنستخدمها في اي برزنتيشن احنا بنكون شغالين عليها. طب انا عايزة اعمل دوبليكيت للسلايد اللي موجودة قدامي دي. كل اللي انا بعمله ان انا بقف على السلايد وبعمل رايت كليك. لما بعمل رايت كليك بيديني الليست دي بالكامل، الليست دي فيها كلمة دوبليكيت سلايد، فكل اللي بعمله بدوس على كلمة دوبليكيت سلايد، فعلى طول بينزل لي سلايد طبق الاصل من السلايد الاولى. يبقى دي مجموعة السكيلز الأولى اللي احنا اتعلمناها مع بعض. تعالوا نشوف مجموعة تانية من السكيلز نكون عارفينها علشان نستعد للإكزام بتاعنا. عندنا كمان بالنسبة للسلايدز ازاي نعمل هايد وانهايد للسلايدز. لما اعمل هايد، وده برضو من ضمن الأسئلة اللي ممكن تطلب مني، هقف على السلايد وهعمل رايت كليك. هتلاقوا من ضمن الحاجات اللي ظهرت لنا من ضمن الاوبشنز دي كلمة هايد سلايد. فلما بروح لهايد سلايد وبكليك عليها، خلاص السلايد دي زي ما انتوا شايفين بقت لونها فاتح، واتعمل عليها داش كده بالميل ان هي مش هتظهر لما انا اكون في السلايد شو. يعني احنا لو روحنا السلايد شو مرة تانية هلاقي ان السلايد دي مش هتظهر معايا في السلايد شو. طب لو هو كان مديني اوريدي البرزنتيشن فيها سلايد هايدد وعايز يخليها انهايد، كل اللي انا بعمله بقف على الهايد سلايد دي وبكليك برضو رايت كليك وبروح على كلمة هايد سلايد. هي هلاقي اوريدي متعلم عليها زي ما انتم شايفين الايكون بتاعتها داخله لجوه، فهكليك عليها مرة تانية فهتبقى unhide وهتظهر مرة تانية. طيب كمان عندي من ضمن السكيلز اللي المفروض نعرفها modify individual slide background، يعني انا هغير الباكجراوند بتاعة السلايد بتاعتي دي. برضو انا لو رحت على السلايد وعملت عليها right click هلاقي في كلمة format background. الformat background دي لو انا عملت عليها كليك بيبتدي يفتح لي مجموعة بقدر منها أضبط بالضبط الطلب اللي هو عايزه مني في السؤال بتاعك. يعني مثلا افرض ان هو قالك انا عايز يلو كولر في الباك جراوند، فبروح على اليلو بختار اليلو. طب هو مش عايزه يلو عادي، ده عايزه يلو بس باترن فيل، فهروح على الباترن فيل اللي هو باللون اليلو وهختار الحاجة اللي هو طالبها. يعني أنا لو وقفت على كل واحدة من دول هلاقي كل واحدة ليها اسم، في دوتت 70%، في دوتت 75%، في حاجة اسمها vertical strips narrow، وفي vertical horizontal strips narrow، وفي حاجة diagonal strips. فلازم برضو علشان إحنا وإحنا بنتمرن ما بقاش عندنا يعني قلق في الموضوع ده، نعدي على الحاجات دي. يعني نشوف الأسامي بالتقريب ونخزنها في دماغنا علشان لما يطلب مني حاجة في الامتحان أروح لها بسرعة ما خدش وقت. فافرض هو طالب الدوتت 75%، فبروح للدوتت 75% بختارها، فبيبقى كده المشن بتاعتي خلصت. طب الميشن بتاعتي خلصت، ممكن ساعات يطلب منك ان انت تعمل كمان apply to all، يعني كل السلايدز غيرها لي بالباك جراوند ده اللي انا طلبته. ففي الحالة دي هتعمل apply to all، يبقى كل السلايدز بتاعت البرزنتيشن بتاعتك هتتغير للشكل ده اللي هو طالبه منك. طبعا يعني ايه، خلينا احنا
مغيرين السلايد دي فقط لا غير. طيب عندنا برضو من الحاجات المهمة في الانسرت، insert slide headers, footers and page numbers. دي بجيبها منين؟ أنا هنا فتحة الانسرت تاب، فبروح للتكست. لما بروح للتكست بينزل لي الهيدر والفوتر، ببتدي أفتحه. زي مثلا إن هو طالب مني ديت بشكل معين، هو في بعض الأحيان بيطلب date and time بس بشكل محدد، يعني مثلا ممكن يطلب منك الجمعة تتكتب بالطريقة دي 18 مثلا شباط 2022، أو تتكتب بالطريقة اللي هي داش داش داش، فبتعمل بالظبط زي ما هو مطلوب منك. فمثلا هنختار دي وهكليك على السلايد نمبر، وهبتدي أروح للفوتر هكتب الكلمة اللي مطلوبة مني في الفوتر، يعني مثلا هنا ممكن أكتب موس باور بوينت 2019، يبقى دي الفوتر بتاعتي. لو أنا عايز أكتب هيدر بأبتدي أروح للنوتس أند هاند أوت، وبلاقي فيه هنا كمان مكان للهيدر بعلم عليه وببتدي ان انا اختار. بناخد بالنا بقى غالبا بيطلب منك حتة كده صغيرة، ساعات دي ما بنعملهاش بتنقص لنا درجات. ايه هي؟ ان هو بيطلب مننا don't show الهيدر او الفوتر او التغيير اللي انت عملته او الترقيم don't show on title slide، يعني السلايد الاولى بالذات انا مش عايز عليها ترقيم ولا عايز عليها فوتر، تمام؟ وبعد كده بقول له apply، فعلى طول بتظهر لي الترقيم بتاعي الديت والتايم، بتظهر لي الفوتر اللي انا اخترته. فدي المكان اللي بدخل منه الهيدر والفوتر. طيب تعالوا نروح لحاجة تانية، فكرة create sections. create sections دي بتيجي ازاي؟ انا عندي مجموعة مثلا من السلايدز انا عايز اعملهم section لوحده، زي مثلا ان احنا عايزين نبتدي من السلايد دي. انا عندي هنا سلايد اسمها problem، فعندي هنا عايز احط section باسم السلايد الاولى دي، فبروح ما بين التو سلايدز اللي انا يعني هبتدي عندهم اعمل section بتاعي، وبيظهر لي خط باللون الأحمر هقف عليه وهعمل right click. لما بعمل right click على طول بيظهر لي كلمة add section، فبدوس عليها بيفتح لي اسم السكشن اللي أنا حابة أنه يكون موجود. فمثلا هقول له the problem باسم السلايد الأولى وهقول له rename. خلاص أنا بقى عندي section هنا اسمه the problem بيكون من 13 سلايد. فده how to create a section او ازاي ان انت تعمل section. طيب modify slide order دي بقى بتكون سهلة او يعني انا مثلا عايز اخلي السلايد اللي موجودة رقم 13 عايز احطها رقم 10، فبطلع لغاية بيها لغاية لما بتبقى السلايد دي في رقم 10 وبحطها في المكان بتاعها، ببقى خلاص وديتها في الاوردر بتاعها اللي مطلوب. طيب ايه كمان؟ rename sections. rename sections لو انا عندي section مثلا اسمه order slides وعايز اغير الاسم ده، كل اللي بعمله ان انا بروح للsection ده وبعمل right click، فبتظهر لي انت عايز تعمل rename للsection ولا remove للsection، وبتظهر لي حاجات كتيرة جدا move section up move section down وهكذا. انا عايز اعمل rename للsection، فلما بدوس على rename section بيفتح لي الاسم المكان اللي احط فيه الاسم الجديد بتاعي. زي مثلا ان احنا عايزين هنا نكتب بدل order slides كلمة حتى rename section، فيبقى احنا كده دخلنا الاسم الجديد اللي احنا عايزين نحطه. ادي السكشن الجديد
او السكشن اللي احنا اخترناه او اللي هو قال لنا عليه، غيرنا الاسم بتاعه من سلايد اوردر او اوردر سلايدز لكلمه رينيم سكشنز. طيب نشوف ايه كمان. فورمات تكست. فورمات تكست من الحاجات اللي بتكون برضو مهمه جدا وبتطلب كتير في اسئله الامتحان. فورمات تكست احنا عندنا how to apply formatting and style to text، وازاي نعمل فورمات للتكست في هيئه كولومز، وازاي نعمل bullets and numbers. فزي مثلا ان احنا عندنا التكست زي اللي هنا، ادي دلوقتي ده التكست بيقول لنا اهم التولز اللي موجوده في مثلا مايكروسوفت. مجرد ما انا بعلم عليه بقف كده على طول، هنا هيبتدي هعلم على التكست بتاعي، هيبتدي انه واروح لهوم، هيبقى عندي حاجات كتير قوي ممكن اعمل بيها فورمات للتكست. ممكن اغير الفونت بتاعي، اخليه الجيريان، اخليه بالفونت بالشكل ده، اخليه كده، اخليه اريال بلاك، حسب ما هو يطلب مننا بنغير، بنمشي معاه بالظبط زي ما هو طالب مننا التكست بالمسمى اللي هو طالبه بالظبط. طبعا بيكون من الحاجات اللي موجودة قدامنا على طول، وبنبتدي ان احنا نختار الحاجة اللي مطلوبة مننا. كمان بنغير السايز بتاع التكست بالرقم اللي مطلوب، وممكن اكتب الرقم مباشرة فوق، يعني مثلا ساي ان انا عايزاه 25، المقاس بتاعه 25، فممكن اكتب على طول 25، هيتحول ل 25. طبعا ممكن اعمل بولد، ممكن اعمل ايتاليك، ممكن اعمل underline، ممكن اعمل له تكست شادو، حسب ما هو طالب مني انا هشتغل معاه بالظبط بالظبط. كمان ممكن اعمل هايلايت، يطلب منك هايلايتنج للتكست بلون معين، برضو انا بمشي وراه حسب السؤال ما هو قايل. وعشان كده يا شباب مهم جدا ان احنا نفتح كل ايكون، ابقى انا عارف ان ده كده اسمه يلو، ابقى عارف ان التاني اسمه برايت جرين، ابقى عارف ان ده اسمه تركواز. يبقى انا من لما امشي على كل واحد ويتسيف في دماغي الاسم بتاعه، هلاقي نفسي اوتوماتيك قوي لما يقول لي تركواز على طول تك تك، هفتح اختار التركواز، وفي ثواني معدوده هحل المشن اللي مطلوبه مني. طيب ده احنا كده عملنا فورمات. طب انا عايز اعمل فورمات ازيد شويه، مطلوب مني شويه حاجات زياده شويه عن الايكونز اللي موجوده. لو ضغطنا على السهم الصغير اللي في الكورنر تحت ده بيديني اوبشنز زياده. الاوبشنز دي ممكن اعمل سوبر سكريبت، ممكن اعمل سب سكريبت، ممكن اعمل سمول كابس، ممكن اخلي الكاركترز كلها ايكوالايز في الهايت. كل دي حاجات ممكن هو يطلبها مننا في الاسئله بتاعتنا. فبرضو بنفتح كل حاجه وبنشوف عايز السبيسنج بتاعتي تكون اكسبندد، تكون كوندنسد، عايز يظبطها البي تي بتاعتها تبقى ازيد شويه، وهكذا بمشي معاه لغايه لما بحقق كل اللي مطلوب في النقط اللي هو طالبها مني، ببقى كده اتميت المهمه بتاعتي. طيب برضو من الحاجات المهمه ان هو ممكن يطلب مننا ان احنا نشتغل عندنا مجموعه حاجات نخليها على هيئه كولومز، ما تبقاش باراجراف، فالباراجراف بتاعنا يبقى على هيئه كولومز، وبيحدد لك هو عايز كام كولوم. عايز مثلا 2 كولومز زي كده، عايز 3 كولومز، فانت بتمشي وراه وبتعمل له المطلوب. ممكن كمان هو عايز اعلى من كده شويه، عدد اعلى، عايز 4 مثلا كولومز، والسبيسنج بتاعهم يكون كذا، فبتكتب له from right to left ولا from left to right. كل ده انت بتعمله له بالظبط زي ما هو مطلوب علشان توصل للتارجت بتاعك. طب تعالوا نرجع كده شوية. هنرجع للشكل بتاعنا الأولاني.
احنا هنا عندنا الـ الانواع المختلفه او التولز المختلفه لمايكروسوفت. طب عايزين نضيف لهم بوليتس، فبروح للبوليتس بفتح كل واحده من دول يا شباب ليها اسم، فهيقول لك اعمل لي فيلد راوند بوليت او اعمل لي هولو راوند بوليت. كل شكل له الاسم بتاعه، فبرضو بشوف هو طالب مني ايه وببتدي ان انا اشتغل عليه. طيب كمان ممكن ان هو يعني مثلا زي احنا اخدنا البوليت دي، هو طالب البوليت اللي هي بالشكل ده، بس هو مش عايزها باللون الاسود، لا ده هو عايزها تبقى باللون الاحمر اللي هو الدارك ريد. فهيقول لي في السؤال خلي لي البوليت اللي بالسكوير اللي وصفها الوصف الفلاني او اللي اسمها كذا تكون باللون الدارك ريد، فبروح للدارك ريد وبختاره. طب انا عايز السايز بتاعها كمان يكون مش 100، يكون 90، فببتدي اكتب السايز بتاعي ان هو 90 وبقول له اوكي، فبيعمل لي البوليت بالشكل اللي مطلوب مني في السؤال بالظبط. طيب مش بس كده، كمان ممكن ان هو يجي لي البوليت، شايفين البوليتس اند نامبرينج دي، ممكن يقول لي لا ده انا عايز البوليت على شكل بيكتشر، على شكل صورة، والصورة دي الفايل بتاعها اسمه كذا، فبروح لكلمة بيكتشر هنشوف هنا هيعمل لي ايه، و غالبا بيكون هو محضر لك بيكتشر في الفايلز اللي بتبقى موجوده في الامتحان. فزي مثلا انا عايز بيكتشر، والبيكتشر دي الفايل بتاعها اسمه مثلا كلايمت. فتعالوا نشوف كده هنشتغلها ازاي دي. هو عايز بيكتشر مكان البوليت، عايز بيكتشر اسمها كلايمت تشينج، فباخد البيكتشر اهي بعلم عليها وبقول له insert. ايه اللي حصل؟ مكان البوليتس بقت البيكتشر اللي هو طلبها مني واللي موجوده في الفايلز بتاعه الامتحان على هيئه فايل متحضر، بروح اجيبه بسرعه وبحطه. يبقى جبتها منين تاني؟ جبتها من البوليتس، ورحت فتحت البوليتس اند نامبرينج، وبعدين دوست على بيكتشر ودورت على البيكتشر اللي هو طالبها مني، عملت لها insert وقلت اوكي. تمام. طب هو مش عايز bullets، هو عايز numbers، فبروح للnumbers وبختار نوع النمبرز اللي هو عايزها بالظبط. ممكن يكون طالب a capital dot b capital dot، ممكن يكون طالب 1 2 3، ممكن يكون طالبها في صورة brackets، فبختار الطلب بتاعه بالظبط وبحققه زي يعني بمشي وراه زي ما هو طالب انا بعمل له بالظبط. فيبقى دي مجموعه الانسرت اند فورمات تكست شيبس اند ايمجز. طبعا هي فيها لسه حاجات تانية، احنا قلنا الجزء الاولاني منها اللي هو ان احنا بنعمل فورمات وستايلز للتكست، بنعمل فورمات للتكست في كولومز، وبنعمل بوليتس، وبنعمل نمبرز. طيب الحاجة التانية برضو ان احنا ازاي نعمل انسرت لللينك، ازاي اعمل انسرت للهايبر لينك. طب اروح اعمل انسرت للهايبر لينك، الفايل اهو اللي احنا كنا بنشتغل عليه او المجموعة اللي احنا كنا بنشتغل عليها. زي انا عايز اخلي الكلمة دي اللي هي بلاش كلمة مايكروسوفت اوفيس، كلمة ابليكيشن دي اخليها في صورة هايبر لينك، فبعلم عليها وبعدين بروح على الانسرت تاب وبروح على اللينكس وبقول له انا عايزها تبقى لينك، فبدوس على لينك. ايه اللي بيحصل؟ هو بيفتح لي مجموعة من الفايلز، لا انا عايز اعمل انسرت اللينك، فبختار انسرت لينك اللي تحت. تمام؟ فبيتفتح لي الشكل ده، بيقول لي ده التكست تو ديسبلاي، ده التكست اللي هيشتغل اللي هو هيبقى الهايبر لينك بتاعتي. انت عايزه تحطي له ادريس ايه؟ عايزه اليو ار ال ايه؟ فبروح مثلا على، طبعا هو بيكون مديني اوريدي اليو ار ال، فبروح على اليو ار ال بتاعي اللي هو هيديني فكره عن
خليني بس اخده اهو Ctrl C وبروح هنا اللي هو الادرس، بحط اليو ار ال زي ما هو مديها لي بالظبط، بعمل بيست وبقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ شايفين الجزء ده بقى عامل ازاي؟ بقى هايبر لينك. والجزء ده لو انا فتحت السلايد شو هلاقي ان مجرد ما بكليك عليه بيفتح لي على طول السايت اللي هو في مجموعه الابلكيشنز اللي خاصه بالمايكروسوفت. يبقى انا كده عملت هنا، عملت انسرت للهايبر لينك. يبقى دي طريقه الانسرت اللي بنعملها للهايبر لينك. طيب لو انا حبيت اعمل اعمل ايه؟ insert section zoom link and slide zoom link. طيب انا لو روحت هنا عند مثلا المجموعه دي ورحت الانسرت ودوست على لينك وعلى زوم، هلاقي ان في حاجه اسمها سيكشن زوم وسلايد زوم. طب انا عايز ادخل سيكشن زوم، فبيفتح لي كل السيكشنز اللي عندي، بختار السيكشن اللي هو طالبه مني علشان بالاسم طبعا علشان ادخله على السلايد اللي موجوده قدامي دي. فمثلا انا عايز السيكشن الثالث ده، فكل اللي بعمله بعلم عليه وبقول له انسرت. ايه اللي حصل؟ هو دخل جوه السلايد بتاعتي زي ما احنا شايفين. يبقى ده لما انا حبيت اعمل انسرت لي سيكشن لينك. طيب لو انا حبيت اعمل انسرت لي سلايد، برضو بروح ادوس على السلايد زوم وبختار السلايد اللي انا عاوزها وببتدي ان انا اعمل لها انسرت. فمثلا انا هختار السلايد دي اللي هي فيها موديفاي سلايد وادوس انسرت، فنزلت السلايد دي انسرت. ولو انا رحت للسلايد شو، لو انا رحت كده للسلايد شو اشتغل بس. لو روحنا للسلايد شو from the current slide كده، ايه اللي حاصل؟ ان انا عندي دي السكشن اللي انا عملت له insert، فانا لو ضغطت عليه بيفتح لي كل السلايدز اللي فيه زي ما انتم شايفين كده. طيب لو انا عملت كليك على السلايد اللي دخلتها بيعمل لي عليها زوم ان وبقدر ان انا استعرضها. يبقى السكشن هيستعرض لي السكشن بكل السلايد اللي فيه، بكل السلايدز اللي فيه، والسلايد هيستعرض لي السلايد بتاعتي بطريقه الزوم ان. يبقى ده لو انا حبيت اعمل انسرت زي ما قلنا لسكشن بالكامل او لسلايد من السلايدز اللي احنا شغالين عليه. طيب ايه كمان ممكن اعمل له insert؟ ومن الحاجات الجميله جدا ان انا اعمل insert ل picture او image واعمل لها resize وابتدي ان انا اغير شكلها. فتعالوا كده نعمل insert ل blank slide. تمام، وهروح للpicture وهقول له insert picture. طبعا هو برضو بيكون طالب منك ان انت تعمل insert لpicture معينة، مش اي picture، بيدي لك الاسم بتاعها. فسي برضو ان احنا هنشتغل على نفس الpicture اللي هي climate change. فدخلت الpicture. طيب بعد ما دخلت الpicture
لو تلاحظوا لو أنا وقفت عليها كده بيظهر لي تاب اسمها Picture Format. طب الـ Picture Format دي هو هيطلب مني إيه؟ هيطلب مني حاجات كتيرة قوي. إزاي؟ يعني من ضمن الحاجات اللي بيطلبها مثلا مننا الـ Artistic Effects. إيه الـ Artistic Effects؟ إن أنا هخلي الـ Picture دي تظهر بشكل معين. طب إزاي؟ كل حاجة من دول يا شباب ليها اسم. يعني دي مثلا اسمها Pencil Gray Scale، دي ليها اسم Pencil Sketch، دي ليها اسم Mosaic Bubbles. فكل حاجة من دول ليها الاسم اللي خاص بيها، فأنا هختار الاسم اللي هو طالبه بالظبط وهكليك عليه. طيب بس كده؟ لا، ممكن إن هو كمان يطلب مني إن أنا عايز ستايل معين، عايز ستايل معين. فوانا واقف على البيكتشر ببتدي اشوف. ناخد بالنا هنا الستايلز دي ليها كده اسامي ممكن اعلمها في دماغي. يعني مثلا احنا عندنا كلمة بلاك، كلمة بلاك لما بيكون في الستايل بروح اقف على الحاجات اللي الفريم بتاعها بيكون بلاك، فهي دي اللي بيكون الاسم بتاعها في كلمة بلاك. كمان في white frames، فالwhite frames هتكون مكتوب الديسكريبشن بتاع الفريم وهيكون مكتوب في النهاية كلمة white، فبرضو بروح عيني تروح على طول للحاجات اللي الفريم بتاعها white واروح لها. طيب ايه كمان شايفين؟ دي بيكون في كلمة shadow، shadow يعني ظل، فبروح للحاجات اللي فيها ظل. برضو الشكل ده oval، oval وblack. طيب هنا ده اوفل وميتاليك، فيبقى ميتال اوفل. طب هنا ده يبقى سوفت ايج اوفل، فبرضه لما بيقول لي اوفل بيبقى مسهل عليا ان انا بختار من الاشكال اللي هي كلها اوفل وهكذا. فانا بعلم في دماغي طبعا اللون الجراي ده بيبقى ميتال، ميتال فريم، فالميتال فريم بيبقى فيه ميتال اوفل وبيبقى فيه ميتال راوندد ريكتانجل. فبرضه من الحاجات اللي تساعدني قوي في الامتحان ان انا اعدي على الحاجات كلها واعرف الاسم بتاعها عشان يبقى سهل عليا ان انا اشتغل عليه مباشره. ممكن يطلب مني كروب، فطبعا الكروب كلنا عارفين كروب تو شيب، وابتدي ان انا اخد الكروب اللي هو طالبه مني. ممكن يطلب مني ان انا اظبط الشيب بسكيل معين، السايز بتاع الشيب تكون ليها شكل معين. يعني مثلا هنا يبقى 6 وهنا يبقى مثلا say 50 مثلا يعني. فهروح بسرعة وعمل له الشكل بتاعه بالطريقة اللي هو طالبها. طبعا لو طالب مني حاجات مش موجودة هنا يبقى على طول هي موجودة في السهم الصغير اللي تحت. ممكن بقى الهايت والويتس والروتيشن والسكيل هايت والويتس وحاجات كتيرة قوي ممكن ان انا اظبطها عن طريق اني بغير في السايز بتاعي بان انا رحت فتحت الشكل ده او فتحت السهم الصغير ده فبيديني شكل مختلف. طيب من الحاجات كمان اللي بيطلبها مننا وناخد بالنا ان في ناس بتتلخبط فيها، احنا قلنا دي اسمها picture styles، picture styles بتيجي من هنا. في حاجه اسمها picture effects. البيكتشر effects بتتطلب برضو باسماء محدده، فاحنا بنروح للاسم الرئيسي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى البريسات دي ده الاسم الرئيسي بتاعها. في منها كل الاشكال دي، في preset 1، في preset 2، في كذا، في preset 11. فهيطلب مني الشكل المعين ده. ممكن يطلبها shadow برضو، كل shadow من دول ناخد بالنا ان الشادو نفسه متقسم لسكشنز، متقسم لاوتر شادو وانر شادو وperspective shadow. فافرض طلب منك perspective shadow وupper right، فعلى طول عيني تروح للperspective shadow upper right علشان ما ضيعش وقت طويل في الامتحان.
برضو البيكتشر بوردرز، كل دي تظبيطات بيطلبها منك وانت شغال، بتبقى في نفس السؤال. يعني بيطلب منك insert الامج، والامج دي تكون الستايل بتاعها كذا، وتكون artistic effect كذا، وتكون السايز بتاعها بالشكل الفلاني. ممكن كمان يطلب مني ان البوردرز بتاعتها مثلا تكون باللون البلو accent 5 darker 25، فهروح اعلم عليه. مش بس كده، ممكن يطلب مني ان الويت بتاعها اللي هو الثيكنس بتاع الفريم يكون له مقدار معين، يطلب مثلا 3 بي تي. فبرضه ببتدي ان انا اشغل كل الطلبات اللي هو طالبها واتاكد ان هي تمام. يبقى انا كده خلصت الشغل بتاعي بتاع الفوتو. طيب تمام. طبعا insert screen shots، لو انا حبيت يعني لو هو طلب مني screen shot، انا بروح على insert، خليني بس انزل blank slide، بروح على insert. عندي هنا icon صغيرة في الايمجز اسمها screen shot. فالscreen shot دي لما بفتحها بيقول لي انت عايزه تاخدي سكرين شوت من التاب اللي انت فاتحاه ده على النت، ولا عايزه تاخدي سكرين شوت من الميتنج، لان الاثنين مفتوحين. فطبعا هو برضو هيطلب مني حاجه معينه، فهقول له لا خد لي سكرين شوت من ده، فهينزله لي مباشره على البلانك سلايد. لو هو مش طالب مني فورمات للبيكتشر، يعني ساعات بيطلب منك حاجه مجرد ان انت تعملها وبس، فبتعملها وخلاص، بتبقى يبقى انت كده اديت المهمة بتاعتك. طيب لو احنا اتكلمنا عن insert shapes وازاي ان احنا نعملها ونعمل لها برضو الفورمات بتاعتها، فهروح برضو للنيو سلايد، هنزل blank slide وهشوف الشيب. نقفل المايك يا شباب. هشوف الشيب اللي هو مطلوب مني. طبعا انا عندي ايكون هنا اسمها شيبس، فبروح للشيب. هو عايز مني اعمل انسرت الايه بالظبط، فببتدي هل بيزك شيب. طبعا بيكون مديني برضو كي وورد كده، يعني الاسم الرئيسي اللي انا هدور تحتيه، اللاينز ريكتانجل بيزك شيب، فبيكون مديني الكلام ده. فسي مثلا ان هو طالب مني انزل السن من البيزك شيب، فبروح وبنزل السان. طيب انا نزلت السان، قال لي طيب معلش خليها لي بقى باللون اللي هو الاورنج او اللون اللي هو اليلو، فبروح للون اليلو. طب هو طالب لون مثلا جولد اكسنت 4 لايتر 60%، فبدور عليه في الالوان الجولدن وببتدي ان انا انزله بالطريقه بالظبط اللي هو طالبه. طبعا ممكن يطلب ستايل للشيب بتاعي، كل حاجه من دول ليها المسمى بتاعها، فاحنا هنروح للمسمى اللي هو طالبه ونختاره. كمان يطلب مننا افكت معين، يطلب جلو، يطلب ريفلكشن. فساي مثلا ان هو طالب جلو، والجلو ده 5 points orange accent color 2، فبروح وعلم عليه، فبيبقى كده خلصت الجزئية دي. يبقى ده بالنسبة لي ان انا اعمل insert shape. وطبعا من shape format بقدر ان انا اظبط باقي الطلبات اللي هو طالبها بشكل كامل. هنا لو طلب مني ان انا انزل ديجيتال انك، فبروح ل insert. خلينا نخلي الديجيتال انك ده، طيب خلينا نشتغل. الديجيتال انك بيجي من التاب اللي هو الدرو. ممكن يطلب مننا اللون معين، يعني هنا مثلا لو انا ضغطت على البان وضغطت على السهم اللي نازل تحت، عندي الوان كتيره جدا، هيطلب مني لون معين. ف
فمثلا هو طالب اللون البينك. كمان هيطلب مني سايز معين. يعني ايه سايز معين؟ يعني 0.5 مليمتر، ممكن يطلب اعلى ممكن يطلب اقل. فسي مثلا ان هو طالب السايز ده، تمام. ممكن ان هو يطلب مني حاجة سيلفر، ممكن يطلب مني حاجة باللون الجولد، ممكن ما الاقيش اللون في الحاجات دي واروح للمور كولرز، تمام. فببتدي ان انا اشوف هو عايزني اعمل ايه، اللون اللي اختاره واختاره ايه، وعايزني اكتب ايه. يعني مثلا ممكن يقول لي اكتبي لي كلمة sun، فهكتب له كلمة sun. يبقى انا كده عملت insert للإنك، للديجيتال إنك اللي هو طلب. طيب ايه كمان المفروض ان احنا نتكلم فيه؟ add text to shape and add text boxes. طب انا لو عايز اكتب جوه السن دي كلمة sun، فبعمل ايه؟ انا ما خرجتش من الدرو. هنا شباب لازم ان احنا نخرج من الدرو، يعني نقفل القلم ده واحنا خارجين علشان ما يبقاش معانا تاني. هروح هنا واعمل دبل كليك وهبتدي على طول اكتب الكلمة اللي هو عايزها. هو عايزني مثلا اكتب sun جوه الشيب بتاع السن. طب بعد كده عايزها تبقى مثلا بولد، وعايزها تبقى بمقاس 28، وعايزها كمان ممكن اعمل لها بقى الفورمات اللي انا عايزه. عايزها بدل ما تبقى باللون الابيض تبقى باللون البلاك. فببتدي ان انا اعمل الطلب بتاعي او يعني الحاجات المطلوبة مني بالتفصيل زي ما هو طالب. يبقى احنا كده كتبنا جوه الشيب اللي نزلناه. طب كمان ممكن ان هو يقول لي طب insert لي text box. خلينا برضو ننزل text box على طول. هنروح لكلمة text وهختار text box وهبتدي ان انا افتح text box واكتب فيه الكلام اللي هو طالبه مني. فمثلا هو طالب ان انا اكتب موس 2022. فخلاص هو كده انا كتبت له الكلمة اللي هو عايزها جوه التكست بوكس. ممكن ان هو بعد كده يطلب اي نوع من انواع الفورمات للكلام بتاعي، يطلبه بولد، يطلب السايز بتاعه ان هو يبقى مثلا 40، يطلب اللون ان هو يبقى باللون الريد، وهكذا. فده how to insert تكست جوه الشيب اللي احنا نزلناه، وازاي ننزل تكست بوكس ونكتب جوه التكست بوكس ده. طيب ازاي نعمل ريسايز للشيب او للتكست بوكس؟ انا لو وقفت على الشيب ورحت على طول للشيب فورمات بيظهر لي المجموعه بتاعه السايز، فببتدي ان انا اشتغل عليها اشوف السايز اللي هو عايزه ايه. يعني مثلا لو هنا هو عايز 10 فبكتب 10، لو هنا هو عايز مثلا 15 بكتب 15، او بكتب بالتفاصيل اللي هو طالبها. فعلى طول السايز بتاعي بيتغير، وزي ما قلنا لو احنا احتاجنا لتفاصيل تانية للسايز بروح للسهم اللي في الجنب بيفتح لي تفاصيل اكتر للسايز والسكيل بتاعها، فبحطها زي ما هي مطلوبة مني بالظبط. طيب نشوف حاجة تانية. عملية الفورمات للشيبس والتكست بوكس. لو احنا روحنا برضو للشيب اللي احنا كنا فيه ده وروحنا للشيب فورمات، زي ما قلنا احنا عندنا ممكن اغير من الشيب ستايل، ممكن يطلب مني الشيب افكت ان هو يتغير، ممكن يقول لي طب اعمله لي على هيئة 3D وال 3D ده يكون برسبكتيف بالشكل ده، فبغير له حسب ما هو طالب بالظبط. ده بالنسبة للفورمات اللي هو طالبها. ممكن ان هو يقول لي ودي مثلا الشيب، خلينا نغير بالكلمة دي عشان تبان، خلي الشيب يبقى in front او back او send it to back.
فانا بجيب الارنجمنت ده ازاي، بودي الشيب قدام وورا ازاي، من bring forward send backward، دول اللي بينظموا لي عمليه ترتيب قدام وورا. فمثلا انا عايز اخلي الشكل ده بتاع الشمس قدام كلمه الموس 2022، فهقول له bring forward bring to front، فبقت السن قدام الموس 2022. طب عايز ارجعها مره تانية، send to back، فرجعت ورا الكلام. فببتدي ان انا اشوف الارنجمنت اللي هو عايزه. طبعا هي تبان اكتر لو احنا اخدنا، تعالوا نشوفها كده، لو احنا نزلنا شيب تاني مثلا زي كده اهو، احنا عندنا دلوقتي تو شيبس. طب انا عايز اخد الدايرة دي واخليها هي اللي ورا، فببتدي ادوس على send to back فبترجع لورا. عايز اجيبها لقدام فبقول bring to front فبترجع لي قدام. فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نقدر نتحكم في عملية ترتيب الشيبس اللي موجودة عندنا. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. ازاي ان احنا نرتب الشيبس او الايمجز او التكست بوكس؟ يعني احنا لو روحنا للشيبس دي، خلينا نقفل التكست بوكس ده مش عايزينه، نشيل السن دي. عندنا هنا شيب لسيركل، اوكي، وكمان عندنا ننزل كمان شيب مثلا لريكتانجل، خلي حتى الريكتانجل ياخد لون مثلا اخضر. عندي هنا ثلاثة شيبس. طيب الثلاثة شيبس دول انا ممكن اعلم عليهم اولا كده، وبعد كده هروح لشيب فورمات. شيب فورمات هنا هلاقي ان ابتدى انه يظهر لي حاجة اسمها alignment، والalignment دي بتخليني اقدر ان انا اعمل ترتيب للشيبس دي، يعني اخليهم مثلا كلهم في السنتر كده، يبقى كل الشيبس ركبت فوق بعض في السنتر. طب انا مش عايز اخليهم كده، مش هو ده الحاجة اللي انا مطلوبة مني، انا عايز اخليهم يعملوا مثلا alignment للبوتوم بتاع السلايد، يبقى كلهم على خط واحد عند السلايد من تحت. طيب ايه كمان متاح؟ ان انا اخليهم يعملوا alignment في الميدل، هم already كانوا محطوطين شوية فوق وشوية تحت كده، هم بقوا alignment كلهم في الميدل بتاعة السلايد. طيب نعمل حاجة تانية برضو من الحاجات اللي بتطلب مننا، ايه؟ ان احنا نخليهم distribute horizontally. يعني ايه distribute horizontally؟ تعالي نشوف كده. لما بعمل distribute horizontally، لو انا خليني اصغر الشيبس دي علشان يبقى distribute يبان الشكل بتاعه، لو انا صغرتهم كده اوكي، واصغر السن تمام، وهصغر السكوير، وهعلم عليهم الثلاثة مرة تانية، وهروح لشيب فورمات، وهروح للالايمنت، وهقول له ديستريبيوت هوريزونتلي. ديستريبيوت هوريزونتلي هنا عمل لي ايه؟ هو هنا دي احنا مش عايزينها، النقطة دي مش عايزينها، هو هنا وزعهم لي بحيث ان المسافات ما بينهم تكون متساوية. طب انا لو رحت وعملتهم تاني، جمعتهم تاني ورحت لشيب فورمات وعملت align middle، align middle دي عملت لي ايه؟ جابتهم كلهم في الميدل بتاع السلايد، وكمان انا كنت عامل distribute، فبالتالي المسافات ما بينهم كمان بقت متساوية. في حاجة تانية كمان ساعات بيطلبها مننا، ان احنا نعمل grouping او ungroup، يعني نعمل مجموعة من الأشكال على هيئة جروب ومجموعة من الأشكال على هيئة ungroup. فأنا لو روحت للأشكال دي واخترتهم كلهم كده، وروحت للشيب فورمات
بلاقي هنا في ايكون، لو انت دوست عليها هتلاقي في كلمة جروب هي اللي بتظهر لك، فهقول له اه انا عايزاهم جروب، اعملهم لي جروب. شايفين ايه اللي حصل؟ بقوا هما الثلاثة ليهم السكوير بتاعهم مع بعض، يعني انا لو حركت هيتحركوا هما الثلاثة مع بعض. طيب لو هو طالب مني الجروب يخليها ان جروب، برضو ببتدي ان انا اكليك على الجروب وبروح لنفس الايكون وبقول له لا انا عايزها ان جروب، يعني عايز كل واحدة تتحرك لوحدها. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن ان هي تتطلب مننا في الشيبس وفي الكلام ده كله. طيب الشيب الواحدة برضو ليها زي ما قلنا قبل كده الفورمات بتاعتها، بمعنى ايه؟ ليها الشيب ستايل بتاعها اللي ممكن ان انا يطلب مني شيب ستايل معين باسم معين، فناخد بالنا من الاسماء. فزي مثلا مطلوب مننا transparent colored outline gold accent full، فده الشكل بتاعنا. مطلوب مننا مثلا ال intense effect orange accent 2، فبروح اختار. فده بالنسبة للستايلز. بالنسبة للإفكتس بيبقى ليها مكان لوحدها وبيطلب كتير كلمة البيفل، فافرض هو طالب منك البيفل الراوند، فبروح وبختار البيفل الراوند. ونفس الكلام لو طلب مننا تغيير للفيل بتاع الشيب، تغيير للاوتلاين، سواء عايزها بشكل خطوط او عايزها بشكل داش او عايز سمك معين للخط اللي هو طالبه، وهكذا بمشي ورا السؤال ستيب باي ستيب لغاية لما بحقق كل اللي مطلوب. من الحاجات برضو اللي بتكون مهمة ومطلوبة في تابل انشرت ان انا بدخل وورد ارت. الوورد ارت بتيجي كتير جدا في الاجزام يا شباب، فبيطلب مني ان انا اعمل انسرت الوورد ارت، وبيكون طالب مني الديسكريبشن بتاعه بالكامل. فمثلا هو طالب وورد ارت بلو اكسنت كالر 5 اوتلاين وايت، بيقول لك التفصيل بتاعه اللي انت بتلاقي التفصيل بتاعه ده موجود في القائمة الخاصة بالوورد ارت. ويا اما بيطلب منك كلمة معينة اوريدي موجودة في السلايد تعملها بالوورد ارت ده، يا اما هيقول لك انسرت الوورد ارت واكتب لي الكلمة اللي احنا عايزينها. فاحنا هنكتب الكلمة بتاعتنا بتاعت المحاضرة بتاعت النهاردة اللي هي PowerPoint 2019. فكده احنا عملنا الوورد ارت، نزلنا الوورد ارت بتاعنا بالطريقة دي. طيب احنا قلنا grouping shape و image وعملنا الالايمنت تول. في حاجة اخيرة عايزة برضو ان انا اشتغلها معاكم. لو احنا روحنا كده للسلايد، خلينا ننزل بلانك سلايد. لو هو طالب مني اعمل insert لي table، فالتيبل له كذا طريقة في الانسرت. انا بعملها بطريقة سهلة قوي، ان انا بروح لكلمة تيبل وهو بيطلب مني طبعا التيبل ده كذا في كذا، يعني مثلا ثلاثة كولومز في أربعة روز، فبروح أختار ثلاثة كولومز وبنزل لغاية الأربعة روز وبكليك خلاص كده أنا نزلت التيبل. التيبل اول ما بنزله بيبقى عندي تيبل ديزاين بتظهر لي على طول، فبقدر ان انا اعمل ستايل للتيبل. برضو هو هيطلب مني الستايل ده بالتفصيل. عندنا تايتلز لكل نوع من انواع الستايلز، عندنا لايت، عندنا ميديوم، وعندنا دارك. فسي مثلا ان هو طالب الدارك ستايل 1 اكسنت 4، فبروح على طول عليه وببتدي ان انا اختار الشكل بتاعه. طبعا برضو عندنا مجموعة من الاشكال اللي ممكن ان هي تتطلب مننا، زي سيل بيفل، زي الشادو،
فبرضو لو هو طالب مني حاجة زي كده ببتدي ان انا اختارها، لو طالب مني لون معين ببتدي ان انا اختاره. كمان ممكن ان هو يقول لي ضيفي صف او ضيفي عمود او اعملي ديليت لصف او اعملي ديليت لعمود، كل ده من الحاجات اللي مطلوبة. فانا مثلا لو واقف في السيل دي وهو طالب مني اعمل insert للليفت، على طول بدوس على insert left، هو راح على طول مدخلي الليفت كولوم او عمل لي انسرت لعمود من الليفت بنفس عدد الصفوف اللي موجوده في التيبل. طب انا لو واقف هنا وبقول له نزل لي، خلينا نقف هنا وبقول له انسرت بيلو، انسرت بيلو هنا انا واقف على ايه؟ على صف. فلما اقول له انسرت بيلو هينزل لي صف بالكامل بنفس عدد السيلز تحت الصف اللي انا واقف عنده. ممكن ان انا اقول له خلي لي مجموعه من يعني دخل لي كولوم تاني على اليمين، فبروح على insert right واكليك على طول بيدخل لي مجموعه على اليمين. طب لو انا عايز اعمل ديليت، انا معلم اوريدي على كولوم اهو، فبقول له ديليت كولوم فبيشيل لي الكولوم اللي انا مختاره وهكذا. فده مثلا ازاي ان انا اعمل انسرت لتيبل. طب لو قال لي انسرت بقى لتيبل من اكسل شيت ومديني اكسل شيت، فكل اللي بعمله بروح للاكسل شيت، زي ان ده الاكسل شيت اللي انا عايز اخد منه التيبل ده، وببتدي ان انا هعلم على التيبل اللي موجود في الاكسل شيت. وبمنتهى البساطة هعمل كنترول سي وهروح للباوربوينت بتاعتي وهعمل كنترول في، فهيظهر لي التيبل اهو، هيظهر لي التيبل اللي انا اخدته كوبي بيست. وبرضو ممكن ان انا ابتدي اخد التيبل ده اعمل الديزاين اللي مطلوب مني او اعمل الفورمات اللي مطلوبه مني على التيبل، فبيظهر لي التيبل ديزاين. ممكن ان انا ابتدي اشتغل عليه، اغير اللي اوت بتاعه، اغير الايفكتس بتاعته، اغير الستايل حسب ما هو طالب مني بالتفصيل. يبقى ده بالنسبه لي insert table. طيب ايه كمان ممكن اعمل له insert؟ ممكن اعمل insert ل smart art. برضو تعالوا ان احنا ناخد blank slide، ممكن يقول لي insert smart art، فهاجي هنا على ال smart art، باخد بالي من الكلمات المفتاحية لل smart art. انا عندي كلمة list، يبقى دي ال smart art اللي تحت كلمة list. عندي process، عندي cycle، فباخد بالي هو طالب مني ايه الكلمة المفتاحية في الـ smart art graphic اللي هو طالبها ايه، وببتدي اختارها واكليك عليها. افرض ان هو طالب الـ continuous cycle دي، فبقول له اوكي. اول لما بتخش الـ smart art بيظهر لي design بتاعها والفورمات بتاعتها، فببتدي اشوف اللي layout اللي طالبه مني ايه، واختار اللي layout اللي طالبه مني، بختار كمان الستايل، يعني ممكن يطلب مني ان انا اخليه كارتون 3D، ممكن ان هو يطلب مني ان انا اخليه بريك سين 3D، حسب ما هو يطلب. ممكن يطلب ان انا اغير الكالر، اخليه مثلا حاجه كالرفول اكسنت كالرز، او اخليه كالرفول رينج اكسنت كالرز 4 to 5. فبرضه الحاجه اللي هو طالبها مني ببتدي ان انا اشتغلها. طب لو هو عايز ان انا ادخل بعض الكلمات زي مثلا كلمات زي مواد مختلفه subjects او عناوين مختلفه، فمثلا طلب مني ان انا ادخل كلمه science في التكست الاولاني، ادخل بعد كده كلمه math، ادخل
كلمة ICT، أدخل old، أدخل Arabic وهكذا. يبقى أنا بدخلها منين؟ بدخلها من، بعمل كليك، بدخلها من السهم ده. السهم ده بفتحه وببتدي أكتب التكست اللي مطلوب مني هنا في الجزئية دي. فدي برضو من الحاجات المهمة جدا، بتبقى الدنيا مظبوطة كتير لما ببتدي إن أنا أشتغل بيها من هنا. طيب تمام، في حاجة برضو تانية هنا. أنا لو علمت على السمارت أرت كله ورحت لكلمة convert وقلت له convert to text، بصوا إيه اللي حصل. ساعات يطلب مني كده، ساعات يطلب مني إن أنا أعمل convert للسمارت أرت لتكست، فبجيبها بالطريقة دي. هوريها لكم مرة تانية. أنا عندي السمارت أرت معلم عليه، فبيظهر لي الايكون بتاعة convert. convert دي بتخليه ان انا اعمل convert to text. طيب دي من الحاجات اللي ممكن ان هي تتطلب مننا، فبناخد بالنا من الفكرة دي. تمام. طيب ايه كمان ممكن ان هو يتطلب مننا؟ برضو خلينا ناخد blank slide. ممكن يطلب مني ان انا انزل chart، ودي من ضمن الحاجات برضو اللي بتطلب مننا في الاكزام. برضو كل chart منهم بيكون له كلمة من الكيوردز اللي انا بختارها، يعني line، by، bar وهكذا. فمثلا هو طالب مني الباي، طالب مني الباي، كل شكل من دول له الاسم بتاعه اللي أنا بختار منه. فسي إن هو طالب 3D by، فبقول أوكي، فبتنزل لي الـ 3D by على السلايد. تحمل بس. فبرضو إحنا بناخد بالنا أهم حاجة، هو طالب مننا ايه بالظبط؟ طالب مننا بعد ما ننزل مثلا الشارت اللي احنا عايزينه، ممكن يطلب مني ان انا اغير في الارقام دي، يعني يقول لي السيلز دي انا عايزك تغيريها تبقى 10 و 5 و 3 و 5 10. فببتدي ان انا اغير، مش بغير من جوه، بغير منين؟ من الاكسل شيت اللي بيظهر لما انا بكليك على الباي. يعني انا لما كليك على الباي كده هيبتدي يظهر لي الاكسل شيت اللي انا ممكن ان انا اغير منه الارقام زي ما احنا شفنا. طيب من ضمن الحاجات برضو المهمه إن أنا لو طلب مني إن أدخل ميديا. الميديا هنا أنا عندي حاجتين ممكن يطلبهم مني، إن أنا أدخل فيديو، وفي الحالة دي هو بيكون محضر لي ملف فيديو MP4 هو مجهزه، فأنا مجرد إن أنا بكليك عليه بالمسمى بتاعه بالاسم اللي هو مديهولي فبيدخل، أو يطلب مني إن أنا أدخل أوديو. وبرضو في الحالة دي أنا بدخل الأوديو من الملفات اللي هي مرتبطة بالإجزام مباشرة، وبيكون هو محدد لي بالضبط اسم الأوديو بأي اسم، فأنا مجرد ما بكليك على الفايل بيخش لي الأوديو بالطريقة دي في السلايد، حسب طبعا السلايد اللي هو طالبها مني إن أنا أدخل فيها الأوديو. فده بالنسبة للإنسيرت بتاع الميديا.
طبعا ممكن ان انا الايكون دي بتاعت الاوديو اخليها فرونت اخليها باك حسب لما يكون شكل السلايد بيكون مختلف، ممكن اعمل لها الفورمات بتاعها، ممكن اعمل لها ريسايز وهكذا. فده بالنسبة لي insert الميديا. نفس الحكاية بالنسبة للفيديو، الحاجات اللي احنا عملناها على الامج ممكن ان هي تتعمل على الفيديو، يعني ممكن اعمل له ستايل، ممكن اعمل له افكت، ممكن اعمل له فريم، كل ده ممكن اعمل له كروب لسايز معين. بعد ما ادخل الفيديو ممكن اعمل فيه كل الشغل اللي احنا عملناه على الفوتو. يعني كده انا حاولت اغطي بقدر الامكان الاجزاء الخاصه ب تاب الانسرت. ارجو ان انتوا يعني تكونوا استفدتوا النهارده، ولو في اي حد عنده سؤال ممكن يفتح المايك ويسال. في اي سؤال يا شباب؟ طيب تمام، شكرا جزيلا ليكم، ويعني أتمنى أن كلكم تحققوا الإنجاز اللي أنتم نفسكم فيه وتحصلوا على شهادة الموس، ودي طبعا يعني حاجة من الحاجات القيمة جدا اللي بتضاف للسي في بتاعنا. وأتمنى أنه كلنا نتأهل وربنا يكرم ونبقى من الناس اللي تم اختيارها على مستوى الجمهورية، وربنا يوفقكم جميعا يا رب. شكرا جزيلا لكم، وألتقي بكم المرة الجاية إن شاء الله. شكرا جزيلا.